نروح بقى لمنافسات بطولة العالم للناشئين لدرجات المضمار اللي استضافتها مصر في الفترة من 1 إلى 5 من سبتمبر الجاري في مضمار الدرجات الدولي باستاد القاهرة، طبعا تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. امبارح كان ختام البطولة، والبطولة دي شارك فيها أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 47 دولة تنافسوا في 22 سباق. البطولة شهدت نجاح كبير جدا جدا، وأشاد بها رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، والحقيقة أشاد بها كل الوفود كمان المشاركة. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سلم بالأمس الفائزين الميداليات وأثنى على الجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، طبعا بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للدراجات. عملوا شغل كبير جدا في إطار توفير كافة المستلزمات والتجهيزات المتعلقة بفعاليات ومنافسات هذه البطولة، واللي الحقيقة كان ليه بالغ الأثر في إنجاحها في نهاية الأمر، وده طبعا في حد ذاته بيعكس استمرار النجاحات المصرية في فكرة تنظيم البطولات الرياضية الدولية الكبرى على أرض مصر. طبعا كان من ضمن الأمور اللطيفة جدا واللافتة جدا للأنظار في البطولة الشباب المتطوعين اللي شاركوا بمنتهى القوة في ظهورها بهذا الشكل الرائع. الحقيقة اللي بيحصل ده شيء محترم جدا، لازم طبعا نتوجه بناء عليه بكل الشكر لكل القائمين على تنظيم هذه البطولات الرياضية العالمية في مصر. كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكبير واللامحدود الحقيقة اللي دايما بيقدمه للرياضة المصرية. دي حقيقة.